وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربتين قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرتين قد أقلتها، ورحمتين قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان حبل يا وليوم
عن سلسلة حديثنا عن أمير المؤمنين لنتحدث عن سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد باعتبار أن هذه الليلة هي ذكرى وفاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بمحمد وآله في الدنيا والآخرة. تبتسم السيدة خديجة بحسب ما ذكر في علم النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في جدها الرابع والمعروف بقصي. قصي هو جد أعلى لرسول الله وللسيدة خديجة عليه السلام. أيضا عرفت بوالدها خويلد، وخويلد هو أيضا والد العوام، العوام أخو خديجة، والزبير ابن العوام يعني ينتسب أيضا إلى خويلد، الزبير ابن العوام ابن خويلد، فتكون السيدة خديجة عمتها. والسيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله هي أم الزبير، فالزبير ينتسب إلى الرسول وإلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وينتسب أيضا إلى السيدة خديجة. وهذه الشخصية واقعا تكلمنا عنها في حلقة الجمل، وورد يعني حتى عن أمير المؤمنين، وما زال العوام ما زال الزبير هنا حتى نشأ ابنه عبد الله. هذا الزبير تزوج من أسماء بنت أبي بكر وأنجب عبد الله ابن الزبير، وهذه الشخصية هي اللي استطاعت أن تحرف فكر الزبير نفسه. لذلك يعني كان الزبير حتى من ضمن الذين كانوا في دار الزهراء سلام الله عليه، وعلاقة الأمير المؤمنين قوية، وأحد المناصرين لعلي بن أبي طالب. لكن سبحان الله حب السلطة وحب الجاه وحب التملك هو اللي قلب على أمير المؤمنين عليه السلام لما طالب بحكم اليمن بشرط أن يبايع علي على هذا الشرط، وإذا به ينقلب محاربا لعلي بن أبي طالب. لذلك واحد دائما يسأل من الله سبحانه وتعالى الثبات على مبادئه، الإنسان يمسك المبدأ، نسأل الله أن يثبتنا دائما على ولاية أهل البيت عليهم السلام. أما نسب السيدة خديجة فهو نسب طاهر، وكان آباؤها أيضا كما أسلفنا في ليلة ذكر أبي طالب أن آباء النبي وسلسلة آبائه كانوا على دين إبراهيم الخليل، وهذه الحقيقة اللي حاول كثير من المؤرخين أن يخفونها، وكأن كل أهل مكة كانوا يعبدون الأوثان، بينما هذه السلالة وهذا البيت الطاهر كانوا على دين إبراهيم الخليل. أيضا من المعلوم أن خديجة كانت تعرف بالطاهرة حتى قبل زواجها من رسول الله، وكانت رغم انشغالها بالتجارة كانت إحدى أكبر تجار قريش. يعني رأيت في بعض المصادر التاريخية أن أكابر تجار قريش كانت ثرواتهم مجتمعة لا تصل إلى نصف أموال خديجة، لا تصل إلى نصف أموال السيدة خديجة عليه السلام. وطريقة العمل في المعروف يعني أن مكة لا يوجد بها مورد اقتصادي، لا يوجد هناك مورد اقتصادي معروف في مكة مثلا أنهم ينتجون شيء أو أن أرضهم معروفة بالزرع، أبدا. إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، كل شيء كان يجبى، الثمرات تجبى إليها من كل مكان. أما هذه الأرض لم تكن معروفة بثمر ولا بشيء، وإنما عرفت بالتجارة.
لذلك كانوا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كان عندهم رحلات تجارية يأخذون الأموال من القطيف من البحرين من هجر زين وبيعوها بالشام ويجيبوا البضاعة من الشام ويصدروها إلى اليمن ويجيبون من اليمن إلى مكة وهكذا. هاي الموقع الفريد اللي كانت تعرف به مكة بحيث كل قوافل التجارة كانت تمر بهذا الموقع. خديجة عرفت بالتجارة وكثير من أموالها كانت تعمل طيلة العام في التجارة، وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله بأموال خديجة. السيد جعفر مرتضى العامري في كتابه الصحيح في سيرة النبي الأعظم وهنا الموسوعات المهمة في عصرنا، هذا الموسوعات التاريخية المهمة جدا، الله يحفظ السيد طبعا ألف موسوعة تصل إلى 40 مجلد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأصرحت روايته في سيرة النبي، والآن أيضا أضاف إليها موسوعة جديدة قرابة 20 مجلد في الصحيح من سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فعلاً يعني بحاجة إلى أن نأخذ التاريخ وننظر إلى التاريخ بنظرة فيها شيء من التحديث. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعمل أجير عند السيدة خديجة، وإنما كان يعمل بالمضاربة. المضاربة كانت معاملة مالية موجودة في ذاك الزمان، يعني قبل الإسلام كانت المضاربة موجودة والمعاملات التجارية موجودة. وحقيقة المضاربة أن واحد مثلاً عنده أموال بس ما يقدر يشتغل، فيأخذ رأس المال يعطيه إلى شخص ثاني، هذا الشخص الثاني باختصار يعني هو يعمل بهذا المال، فإذا ربح شيء ينجع رأس المال إلى صاحبه وتكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بحسب النسبة اللي هم يتفقون عليها، دارة تكون اتفاق على النصف دارة يعني نسبة الأرباح، وإذا رأس المال يرجع إلى صاحبه. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعمل بهذه الطريقة، يضارب بأموال خديجة. وإن رسول الله يعني تقريبا 3 أو 4 مرات سافر إلى بلاد الشام، كان له رحلات إلى بلاد الشام للتجارة، تارة مع عمه أبي طالب وكان صغير، ولما بلغ سن الشباب أيضا سافر 2 أو 3 إلى بلاد الشام لتاجر في أموال خديجة. في آخر سفرة له بدأت علامات وإرهاصات النبوة تظهر على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من المعلوم أنه كان كلما سار في مكان كانت الغمامة تغلله على رأسه. من ضمن أوصاف النبي أنه المغلل بالغمام سلام الله عليه. فهذه الصفة كانت ملفتة لمن هم في القافلة، كذلك كلما مروا على أحد أديرة الرهبان أو القساوسة أو أحبار اليهود كانوا يتوسمون في هذا الشخص أن فيه صفات مختلفة، وكان أكثرهم يطلب من النبي أن يكشف عن كتفه الأيمن، لأنهم عندهم علامات موجودة في التوراة موجودة في الإنجيل عن صفات هذا النبي، وأنه كان عليه ختم النبوة، ختم النبوة مثل الشارة موجودة على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يتوسمون فيه خيرا إضافة إلى البركات التي رأوها من رسول الله. كان في القافلة رجل أو غلام اسمه ميسر على خادم خديجة، لما رجع من هذه السفرة هذه الرحلة أخذ يخبر خديجة بما
يكون في زمانه. فهذه الأمور واقعا حفت خديجة أنها ترتبط برسول الله، تزوج من النبي صلى الله عليه وآله، وأثارت هذا الكلام إلى عمه أبي طالب. البعض يلمس النبي شلون النساء يخطبون إلى أنفسهم، فقال لهم أبو طالب: إذا كان الرجل كابن أخي محمد صلى الله عليه وآله فمثله تخطبه النساء. وبالفعل تقدم أبو طالب وخطب خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. كان عمر النبي 25 سنة، وكان عمر السيدة خديجة، شوف اللي يذكرون في كتب المدارس التاريخ اللي هم يريدون شيء والواقع شيء آخر، يعني دائما يقولون عمر السيدة خديجة 50 سنة. 50 سنة مو عادة المرأة يعني في سن 50 تنجب هذا العدد من الأولاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضطرون يقولون أنها أن الله ردها شباب إلى رسول الله، يضطرون إلى هذه الطريقة. ربما أن إحنا ما عندنا رواية تقول أن هناك أمور طرأت على خديجة عليه السلام، بينما توجد رواية في كتاب أنساب الأشراف للبلادين والسيد الشريف المرتضى والشيخ المفيد، ينقلون روايات أن خديجة كان عمرها في ذاك الوقت 28 سنة وليس 50 سنة أو 40 سنة، ولم تكن متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم قالوا يعني حاولوا الاستنقاص من مكانة خديجة على أساس تكون عائشة هي الذكر، وعائشة هي أفضل زوجات رسول الله، وأنها يعني هي الوحيد. الأمور طبعا حاولوا تعميمها. نعيش في زمن نشوف التزييف التاريخ أمام عينك بشكل يومي بشكل دقيق وشكل مفتعل ومقصود. زيفون تاريخ، زيفون تاريخ الأحداث، زيفون السياسة، وأبسط شيء سوري. فما بالك الأمور التاريخية اللي لها علاقة صرنا ما نثق في هؤلاء القوم جملة ونفسهم، في كل الأمور ما نثق في كلامهم ولا في مؤرخينهم ولا في دينهم ولا في ثقلهم أبدا، لأن كل شيء بدل وغير بحسب مزاج الساسة والكفار بحسب مزاجهم. عموما أما البنات اللي كانوا عن خديجة عندنا 3 نظريات، وهذه النظريات راح نقولها ما لها علاقة، قد يفتناها سني قد يفتناها شيعي، لأن هذا أمر تاريخي. في 3 نظريات، نظرية تقول أن هذه البنات اللي رقية وأم كلثوم وزينب أن دول كانوا بنات خديجة من رسول الله، هي نظرية. ونظرية ثانية تقول أن هؤلاء هن بنات خديجة من غير رسول الله صلى الله عليه وآله، إنها كانت متزوجة برجلين قبل النبي، إن صحت هذه النظرية. والنظرية الثالثة تقول أن هؤلاء ليسوا بنات خديجة أصلا، وإنما بنات خديجة، وكانت خديجة هي التي قامت على تربيتهم، وهن ربائب رسول الله. لما تزوج النبي كانوا ذول يعيشون وياهم، فكفلهن رسول الله صلى الله عليه واله. فتم ذلك الزواج، وقد لامت نساء مكة: لاموا خديجة، انت تقدم اليك فلان وفلان من كبار تجار قريش، وتركت هؤلاء وتزوجت من يتيم أبي طالب. كانوا يسمون النبي هو يتيم أبي طالب، إلا أن الله سبحانه وتعالى فعلا قد جعل لهذه المرأة الشرف
والسيادة لهذا الزواج. ما عملت في هذا الكلام؟ تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله ورزقت من رسول الله بالذرية، يعني الأولاد اللي ينقلهم التاريخ إلى النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا خديجة ما عدا إبراهيم، فإنهم المالية القبطية مثلا أكبرهم هو القاسم. هذا القاسم ولد في مكة وعاش تقريبا 4 سنوات وتوفي في مكة ودفن في مقبرة الحجون، فذكر الله إياكم زيارة مكة. وطبعا كان في المكان اللي دفنت فيه خديجة يوجد قبر عبد المطلب وقبر أبي طالب وقبر السيدة خديجة وقبر القاسم ابن رسول الله وقبر عبد الله أيضا ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى زمن هجوم الوهابيين على المدينة المنورة وعلى مكة. أبادوا هذه المضرحة مو فقط في البقية اللي هدمت، حتى في مكة في مقبرة الهجوم. لذلك في أواخر الدولة العثمانية التقطوا بعض الصور وبعض التصويرات إلى هذه المقبرة التي هي مقبرة الهجوم، وكان الحجاج يزورون عبد المطلب ويزورون أبا طالب ويزورون السيدة خديجة أيضا في هذه المقبرة المقدسة. عموما أنجبت من رسول الله عبد الله أيضا مات وله من العمر 6 أشهر، وأنجبت الطيب والطاهر ماتوا وهم صغار ما تتعدى أعمارهم السنة الواحدة. لذلك كانت قريش يعني أحيانا يعيرون النبي أنه أكثر وأنه ما عنده ذرية، فجاء قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. الآن ذرية الرسول صلى الله عليه وآله في بقاع الأرض أكبر الأسر الموجودة في العالم الإسلامي يمتد نسبها إلى رسول الله، الكل يتشرف أن يكون من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله منتشرون في بقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد. أما فضل هذه السيدة خديجة عليها السلام ففي فضائلها حاولوا محاربتها أيضا، وذلك لما اصطنعوا فضلا إلى بعض نسائهم، بينما في الصحيح والروايات انه جاء على رسول الله صلى الله عليه واله انه قال خير نساء العالمين 4: مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله. فعن اكثر من هؤلاء الاربع ما كنت في حياه رسول الله صلى الله عليه واله. الغريب ان البخاري لما يجي الى هذه الروايه يقول خير نساء العالم 4: خديجه ومريم وفاطمه واسيه، يقول هاي الاضافه من عنده ما نقول من الرسول قال لا، هو يقول وفضل عائشه. اي بعد ما يصير مالها 4 ياخذون كل شيء ويا مالها ما يصير. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. واضح ان في رمضان نسوي هذه الرواية. يعني بالله عليك الرواية بهذا الطريقة متناقضة، يعني الآن النبي يقول بيقول 5 خير النساء العالمين 5 وانتهت المشكلة. خير النساء العالمين 4 فلان وفلان وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السيدة، يعني حتى على ذينا توها ما لها فضل توها سيدة
كفضل الثريد على سائر الطعام، غريب على شيء. إذن هذا اللي فضلها كفضل الثريد، لا عرفت القرآن ولا قرأت في بيتها وخالفت سنة النبي وخرجت على الجمال، يضحك يعني ما يضحك في زمن أواخر الدولة العباسية بداية الدولة الأويهية. جابوا الشيخ المفيد أمام بعض الحكام، حكام بني العباس أواخر الدولة العباسية، وكان هناك بعض علماء السنة موجود، فكان الشيخ المفيد يعني عندنا فتاوى فقهية وأحيانا يحرجونه، بس باعتبار أن شيعي كان يستخدم التقية، قالوا له أنت شيعي أيهما أفضل، فاطمة وعائشة؟ سكت الشيخ، سكت. قال إحنا عندنا فاطمة أفضل، زين، بس الظاهر أن عندكم عائشة أفضل، وكأن هذا الرأي وجيه. قال له شلون؟ قال عائشة جاهلة خرجت الجهاد، وفاطمة ما جاهدت، وفضل الله المجاهدين على القاعدين. بهذه الطريقة ظلت تروح، ما يقدرون ينكرون خروجها، وإذا أنكروا قضية أنها خالفت كتاب الله جل وعلا في قوله وقرن في بيوتكم. عموما تشير الروايات إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته كان يذكر السيدة خديجة بخير، ويكفي في فضائلها من قبل هذه الرواية في صحيح مسلم. الرواية تقول كان الرسول كلما ذبح ذبيحة أمر من هم في البيت أن يأخذوا إلى فلان فإنها من صويقبات خديجة، إذا ذبح ذبيحة ودوا إلى فلان فلان دول من صويقبات خديجة عليه السلام. عائشة كانت تغار من خديجة وخديجة منيتها، وهذه موجودة الغيرة أمرها مشكلة. لذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنت تتكلم عن شخصية كرسول الله في تعامله مع النساء يجوز للنبي، مو مثل أدراك النبي، يعني الناس العاديين يجوز لهم في القرآن أن يتزوجون أربعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله يجوز له أن يتزوج أكثر من أربعة، باعتبار أن عنده يعني طبيعة شخصية أو طبيعة الحكومة اللي هو يقيدها في ذلك الوقت تقتضي منه أن يتزوج زواج كهذا الزواج، فكان يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع نساء. هذا من مختصات النبي، وأيضا من مختصات النبي أنه إذا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها لا يجوز لها أن تتزوج بعد رسول الله. لذلك كان طلحة يقول والله لئن مات محمد لأجولن بين خلاخي أزواجه، فنزل قوله تعالى وأزواجه أمهاتكم، يعني محرم محرمات عليكم أن تزوجوا زوجات النبي وهن عليكم كأمهاتكم. فالآية مو جاية تعطي منصب تشريف أم المؤمنين، لا، جاية تعطي حكم شرعي أنه لا يجوز بعد وفاة رسول الله أن يتزوج الناس من زوجات النبي. فدول اعتبروا كلمة أم المؤمنين خلاص، اعتبروا هذا منصب تشريفي وجواز للنواسي لدخول الجنة، بينما القرآن يخاطب نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، آخر الآية، إن كنتم من المتقيات فلكم مكان، أما إذا ما عندكم تقوى ولا عندكم خوف من الله جل وعلا فما لكم أي قيمة. زين، موضع الشاهد، فكانت عائشة تغار من خديجة وهي تميدة، يوم من الأيام قالت له يا رسول
إنما هي عجوز شرطاء، هي عجوز شرطاء وماتت، وأنا أنت تقول إن هي أفضل، وقد أبدلك الله خيرا منها. رواية صحيح مسلم. شوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله ما أبدلني الله خيرا منها. يقسم النبي يقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت منها بالذرية وعنت من غيرها. هذا بعد مولانا الحمد لله رحمه الله أفضل إن عائشة ما جابت شيء من الجنة، جارت أفضل جارت خلت وياها بعد الجنة، مشكلة سبحان الله. ورزقت منها بالولد أو بالذرية، قال ولم وولدت من غيرها، من غير خديجة ما رزق رسول الله إلا من ماريا القبطية بعد هجرته إلى المدينة المنورة. إلا أن الروايات تشير إلى مقام أكبر لخديجة، يعني اللي بذلت أموالها، بحيث أن الروايات تقول قام الإسلام على ثلاث: على سيف علي، وعلى أموال خديجة. هذه مجرد ما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله أعلنت إلى قريش أن كل أموالي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الرسول ما كان في حاجة إلى دعم مالي في فترة وجود السيدة خديجة عليه السلام، لأن كل مشروع بحاجة إلى دعم، حاجة إلى أموال، وإلا لا يقوم هذا المشروع، سواء كان مهدم، كان قضية سياسية، كان قضية إعلامية. الدعم المالي شيء أساسي لكل مشروع في الحياة، ومن ضمن الإسلام أيضا. لذلك هم حاولوا يخترقون قضية أموال أبي بكر، وإنه يشتري العبيد، وإنه يدفع. لا مولانا، قضية أن أموال خديجة كانت كافية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالخصوص في شعب أبي طالب. يعني أنفق الرسول أموال على المسلمين، اشترى بها العبيد، ودفع الأموال لكي يتقاسمون بعد ذلك الغذاء والماء لما كانوا مقاصرين في شعب أبي طالب، إلى أن جاء العام الذي توفيت فيه خديجة سلام الله عليها. وتقول الروايات مما لا شك في أنه كان عام الحزن على رسول الله إذ توفي أبو طالب، وتوفيت خديجة بعد الحصار، بعد العناء الشديد من حصار شعب أبي طالب، بعد هذا العناء توفيت خديجة سلام الله عليها. كل الروايات في يوم وفاتها وبعد دفنها جاءت فاطمة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تلوذ بالنبي وتتمسح بوالدها رسول الله، حتى نزل جبرائيل على النبي وهو يقول: العلي الأعلى يمرك السلام ويخصك بالإكرام والتحية، ويقول لك: بشر خديجة، بشر فاطمة، بشر خديجة بالجنة، ويبشرك أن لخديجة في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب يعني بعضهم قال هو اللؤلؤ المجوف، وبعض الكتب قالت هو من الزمرد، بعض الكتب قالت من الزمرد. لا صخب يعني لا ضجيج فيه، ولا نصب يعني لا تعب. هذه كلها مميزات إلى بيت السيدة خديجة سلام الله عليها في الجنة. كذلك كانت ابنتها فاطمة الزهراء، يعني هالوقوف
لذلك شوف في المواقف الشديدة حتى الأئمة عليهم السلام يتذكرون خديجة الكبرى. الإمام الحسين من غرائب كربلاء وهو واقف أمام الجيوش وأمام القتال وهو يقول أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن خديجة الكبرى، يفتخر بأمه خديجة. كذلك الإمام زين العابدين لما كان في مصر يزيد لعنة الله عليه كان يفتخر ومنا خديجة الكبرى. هذه الكلمات تبين فعلا أن الأئمة على مدى تاريخهم كانوا ينظرون إلى هذه المرأة نظرة اعتزاز، لأنها بذلت كل ما لديها من أجل الله ومن أجل الإسلام. كذلك وقفت ابنتها فاطمة سلام الله عليها بجانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقفت بجانب زوجها أمير المؤمنين هذه الوقفة إلى أن دخلوا عليها دارها. يقول الشاعر والليلة جمعها وأمرت الحوائج طول حق الزهرة. نختم هالمجلس هذا ببيت زين اتصال على فاطمة الزهراء عليه السلام وحبا في أمها خديجة عليه السلام. يقول لكنها لا تدوى الباب رعاية للصون والحجاب فوضع Oh,
وموتى المؤسسين وموتى الحاضرين والعلماء والشهداء